أحد ما نجم ينكر أنه عالم عروض الأزياء، عالم سحري، عالم الأضواء والموضة والأناقة والجمال وعدسات الكاميرا، أجساد جميلة وقد ميز. لكن وراء الحلمة هذه فما برشة تعب، رجيم، نظام نوم معين، ساعات طويلة في العروض وغيرهم، وقد توصل الحكاية حد الاستغلال والتهميش. الليلة ضيوفنا عارضات وعارضي الأزياء باش يحكيوا لنا قصص وحكايات في المجال هذا، فماذا تخفي عروض الأزياء وراء الجمال والأناقة؟ عارضو الأزياء موضوعنا الليلة في حكاية تونسية. عارضو الأزياء موضوع حلقتنا ليلة. يحضر معنا كيف العادة سي صلاح الدين بن فرج مختص في علم الاجتماع، وسيد صالح بركة مصمم أزياء، ويحضروا معنا ضيوفنا الكل. مرحبا بكم. نبدأ معك لؤي. أول مرة خمنت باش تكون مانكان. سيتي بار هازار، خاطر كي كنت صغير كنت نعمل سبوت بوبليسيتير. كيفاش بديت الحكاية؟ مروح من الليسي عرضني لابل، كل تعرفوا بي جي ماتريكس توفيق البحر، قال لي هاك كبرت ولا عندك بروفيل، ما تحبش تعمل سينما؟ بون، من الاول ما جاتش المخي. بعد 3 سنين حاجة كيكة عاود عرضني، قال لي اش عملت؟ قلت له فيش؟ قال لي في البروبوزيسيون. بون، قلت له ما عملت حتى شيء، مي كي روحت قعدت تدور في مخي. دخلت لواش تعمل دي ريشيرش كل شيء، مشيت عملت دي كاستينغ، كي بيهم كي بلاش. مي شو معناها كي بيهم كي بلاش؟ تدخل وكي يصورك ومن بعد فيلم. تنعيطوا لك؟ صحيح. كيما جوست حبيت نعرف انت فين عمر بديت تعمل دي سبوت بيبسيتي؟ بون، كنت صغير، ما عمري 10 8. انت من صغير يقولوا لكم احليك واحليك وكلها هكاك؟ نجم تقول عادي بروفيل هكا. لا سامحني، كيف عيطوا لكم باش تعمل سبوت بيبسيتير؟ لازم فما حاجه زايده، ممكن اتيتيود اللي هي من بعد تبني عليها برشا. كيفاش صارت انك تعمل سبوت بيبسيتير؟ مقترح من عند شكون جاي؟ ولد خالتي دونك يخدم مع اون بوت دو برود دونك قال لهم لؤي حليلته ينجم يعمل سبوت بيبليسيتي. شفت عديد كاستينغ كل الصغار الكل. كيفاش تقبلوها ابوك وامك الفكره؟ شنو انك تتعدى في سبوت بيبليسيتي؟ تتعدى في التيلي عادي، ميم سي من عائله محافظه. شنو عملت بيبليسيتي؟ ما عرفش كان نجم نسمي ولا مش لازم الماركه، ما قول لي غرت ولا حليب ولا حاجه. غلاس غلاس عملت برشا فازيت نتاع برشا دونك انت وقتها جوست تلعب، ماكش معدل عليها الحكايه ولا عجبتك وفاهم اللي انت عطاونا مره كوره قال لنا كوروا هكا هو. ومن بعد كل ما يتعدى سبوت بدات تجاره وقدمت ليها ولو اي باش يتعدى نمشي العطار. معناها الشهره بدات من غادي نجم تقول اوكي قال لي نمشي نقرا في المكتب. يقولوا هو اللي يتعدى في التيلي وفي المكتب هكاك. والمعلمين بون ما نذكرش برشا حاجات. اصحابك كنت عندك هكايه شويه اللي انت مختلف عليهم شويه، راك اللي يتعدى في التلفزه جمله مش انت معناها هما كيفاش يراوك؟ نجم تقول معناها مفخره فرحاني باهي صاحبي صاحبي هذاك صاحبي اللي يتعدى في التيلي صغير ويبداو يتجاراو في جارهم يقولوا هذا صاحبي الناس تحسبها في صحيح تمشي العطار يقولوا اعطيني روح بال برشا فازيت معناتها فوالا. دونك ديجا وانت صغير بديت شويه في العالم هذايا نتاع الشهره. اي يعني لا انا اللي حبيت نوصل له انك وقت جاك المقترح نتاع انك تكون مانكان حاجه متعود عليها شويه. ما جاتنيش مانكان، جاتني التمثيل. تمثيل معناتها قال لي برا امشي اعمل بالكل. لا جمله معناتها انا بالصدفه راه دونك انا اصلا عجبتني البروبوزيسيون وكيفاش انسيست فهمت معناتها السيد ركز معايا شو عمل صحيح. دونك لوحت قلت لك لوشت وكل شيء نلقى طحت بالفورماسيون فورماسيون كاستينغ نتاع فورماسيون
منكينا اكتينغ قدام الكاميرا مخلطه دونك لقيت اون فورمول لقيت دخله صحيح باهي اقعد لي في الدخله هذيك نشوف مع زهره ومن بعد تنرجع لكم انت زهره تو انا عندي في الفيشه نتاعك مضيف الطيران اي باهي شنو اللي جابك للمانكينا؟ بديت في المانكينا وبعد كي وليت مضيف طيران دونك مضيف طيران جيت من بعد بعد كيفاش بديت في المانكينا؟ أكثر من صدفة أكثر من صدفة كلمني سامحني سعنتي قبل كنت تحلم أنك تكون مانكا لا أنا جو يعني كي تشوف ديفيلي دو مود ولا حاجة في التيلي تحب أنت زادة ماذا بيك تمشي وتجي كيف هما؟ دقيقة عمري ما تفرجت في أن ديفيلي وأنا قبل جميل. ما ندخل للدومين معناها من شنو اللي جابك؟ مرة تقابلت أنا وصحابي كي بليل هو الرئيس معيش توا في قطر قال لي سي ساتودي نعملوا ان شوتينغ مع بعضنا اونتر امي فهمنا الناس شنو هي الشوتينغ خاطر برشا الناس ما يعرفوش اون سيونس فوتو فوالا دونك تقعدوا قدام مصور يبدا يصور فيكم يعمل لكم سيري نتاع تصور تصور مي سيتي اونتر امي معناها احنا جبنا الفوتوغراف والحويج من عندنا والامبلاسمون احنا اخترناه وكل شيء سيتي لعبه التصويره اللي عملت لي اليرت باش انا نبدا انا وبليل هذايا هو حطتها فون ديكران في التابليت. تلمون عجبتو؟ اي تلمون عجبتو التصوير. تصويرتك انت وحدك ولا تصويرتكم الزوز؟ لا انا وياه في التصوير مع بعضنا. دونك يافي ان ستيليست هيثم بو حامد شاف التصويره في التابليت نتاع بليل قالوا شكوني طفله؟ قالوا راه جوست هكا صحاب وكل كلمتها بوغ ان شوتينغ وعملناه. قالوا عندي فاشن ويك بيانتو. نحبها إل ديفيل بور موا قالوا اوكي جو في لا كونتاكتي ونشوفها طلبني ويل ما بروبوزي وكل شيء قلت له راني ميم با نعرف نمشي بطالون معناها انت تطلب امبوسيبل تو خاطر معناتها كلمني اليوم جمعه جايه ديفيلي معناها حاجه مستحيله حاجه مستحيله قال لي راهو إلا انسيست وقال لي جي قبل الديفيلي بنهارين باش نعمل عليك لاسياج وراك تو فا اتخ بارمي نو قلت له داكوغ مشيت ضايع معناتها مش ضايعة ما صغيرة أنا عالم ما تعرفوش جملة 17 عام معناها صغيرونة نعرفش عباد لقيت روحي في بلاصة أن بو بيزار مش برشا عملي لي سياج شو معناها بلاصة بيزار؟ معناها عباد تشوف دي جروب مع بعضهم أنت وحدك تستنى ما أنا حسيتو عالم غريب عليك علي ماكش مستانسة بيه خاطر ما نعرف حد ندرا كيفاش اللوك نتاعهم مختلف خاطر وقت تدخل لعالم الموضة تكتشف اللي فما ناس شعوراتهم منتشة وألوان ويلبسوا ندرا كيفاش كيفاش عايشين ما تراهمش في الشارع اي ما بالحق ما تراهمش عباد يسون ديز ارتيست معناها دونك اوريجينو صحيح دونك مادام البس هكاكا معناها سي حاجة موجودة في العالم مش ماهيش موجودة كاو والروبة اللي عملها لي كشف التصويرة عملها معنا إلا ميم با بخي دي ميزور متاعي لا طولي لا حتى شيء نفهم منه اللي عندك لي ميزور بارفيت بارفيت مادام جاتني روبة إلا لي ميزور بارفيت صراحة oui. شنو هما لي ميزور متاعك؟ تور دو تاي 62 اي وطولي 1 متر 78 والبوا نتاعي 54 كيلو وفما كل اللي يلزم صالح تور دو بواترين وتور دو بواترين وتور دي انش تور دي انش تور دي انش تور دو بواترين قد قد لازم نكونوا قد قد دونك اوني داكور اوني داكور لي منسوراسيون جاو قد قد جاو قد قد حتى روب طول روبا طولها سامحني وكي ساكا معناتها قد قد جست قعدت لا مارش وكاني تعاملت بذمتك انت قعدت جست لا مارش كيفاش عملت في التالون؟ من عنده التالون بيغ كو سا مش تالون من عندي معناها باش نقول مستانسه بيه ولا مانيش مستانسه بيه مد لي التالون قلت له هذا باش نلبسه انا قال لي اي قلت له باهي لبسته وانا باش نمشي ضحكوا خاطر مش وحدي نعرف لي سياج معايا البنات ضحكوا ما هنا بتتخ هذيك حاجه اش معناها الكل كتراش على التالون يمشي ما نجمش اي روبه طويله هوني سافا معناها مش هكا روبا اللي تكرر يزيد يشيط فيها التالون لا معناتها فما سافا نلقى روحي قال لي مش مشكل التالون هذا تروح بيه للدار وغدوه لو ديفيلي قال لي تروح بيه للدار وتعدي بون مش ليله كامله تاخذ كان لازم ليله كامله كان لازم ليله كامله تقعد تمشي وتجي
كيما تعرف امشي واجا المهم تعرف تمشي به. قلت له داكور وكيف كيف حتى الجيران تقلقوا من التقطيق طق 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 نمشي ونجي لو جور جي 11 دو ماتان انا سور بلاس وكاو ومشيت وجيت مشيت وجيت خاطر نشوفهم برشا يطيحوا مشيت وجيت وانا نورمالمون اوردر دو باساج لا 8ام ولا لا 9ام نسيت وقبلي طفله وقت اللي هي باش تحط ساقها على البوديوم جبدها ودزني حطني في قدام الامر الواقع معناها هي تمشي كاو دونك مشيت مشيت ليفت واي مارش صالح يا اخي مش فاهمك المشي سبيسيالك اللي هكا وهكا لو كات وورك انا ديما نسال عليه مشيهم هكاك خاطر سي توت ان ديانشمون سي توت ان موفمون يعني باش يعطي فالور للبسه خاطر ما تنجمش تمشي مقوسه اوتوماتيكمون ولا معوجه كيما قلت لك علاش تحط ساق هكا والاخرى تحط هكا فوالا هذاك باش يعطيك ان ريتم ويعطيك اون ديكادونس هذاك اللي يعطي الريتم نتاع المشي كيف القطوسه هي اسمها كات وورك شفت القطوسه كيفاش تمشي سي سا تمشي كي القطوسه مشيت في القطوسه وسافا سافا بي اتو نرجع لك زهره خاطر نحب نعرف لكلكم شنو اللي جابكم من العالم المانكينا سليم عندي رقم قدام عينيا فجعني خاطر كنا نحكيو على المنسوراسيون بارفيت اما ما نعرفش كيفاش وليت والا راجل يوزن 140 كيلو ينجم فجاه يولي منكا حتى ما نعرفش لا تعرف اكيد باش تقول لنا خاطر كلنا نحموا بها الحكايه هذيا قداش ضيعت وزن 50 كيلو 50 كيلو 50 كيلو دونك انت كنت باكل وليداتك اللي يتكابروا ها Je ressemblais plus à un ballon qu'autre chose. Qu'est-ce que tu as acheté ton tofu là où tu es bédine? C'est normal. Quand je suis allé comme quoi, radio, je suis allé à la pointe et tout ça. Et après, un peu, ça a commencé à. Voilà. Tu vois le farc, hein? Qu'est-ce que tu as fait de haka à haka? C'est avec beaucoup de volonté. Barcha sport, barcha régime, ou surtout calb. كيفاش جا الديكليك؟ الديكليك جاي انا كنت في الفاك اون تخوازيام اني وبرشا عباد كانوا يقولوا لي معناها محليك سليم علاش بوكو علاش تعمل في روحك هكا معناها؟ علاش 140 كيلو علاش؟ انت شو عامل في روحك كنت؟ كنت جوست نقرا و وناكل برشا وناكل جو مونجي بوكو سي فري وجو فيزي با سبور سيدونتيغ ما تعملش سبور ما تعملش سبور نقعد نلعب على البيسي في الدار وشنو تعمل حاجات اخرين تتكيف كنت متكيف كنت بوفيت للكول كنت تشرب ومن بعد نهار من نهارات معناها الاج دو 21 ان عندي عام معناها عام ونص تو بريسك عام و 8 شهور بغيت اكزاكت جي ديسيدي دو شانجي ما في دونك العباد الكل قالوا لي محليك كل شيء مي Pourquoi, mané? Pourquoi faire ça? Donc, je suis dit que كنت نعمل روحي زعما زعما نورمال وزعما زعما عادي كل شيء مي سا مو ديرونجي نجمو نقولوا لي انت كنت كومبلكسي شويه كنت كومبلكسي جو لادمي معناها و بوفوار لادميتر هو الحاجه اللي عاونتني باش نقدم معناها وباش دو شانجي معناها الانتوراج نتاعك ديما يقولوا لك علاش هكا ياسر سنين يلزمك تضعف اي العائله كل شيء العباد الكل مي كنت ديما نعمل سبور ونبطل نعمل سبور ونبطل دونك ان مومون قالوا زيد سا 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 رايان فوالا معناها اللي تعمل فيه راك زيد معناها tu vas pas t'en sortir ولا فرانشمون معناها اللي انا نتفكرها فما واحد من عائلتي قال لي انت ما عندكش قلب اي سي سا كيما هذيك الحاجه اللي حبيت توريه اللي انت عندك قلب هذيك الحاجه اللي هوني طلع معناها فما كيما اون بلانت نبتت معناها غاديك معناها بكلمه نقولوها كلمه ماستا جيت اثرها حاجه باهيه شنو اللي عملت؟ جي ديسيدي باش نحي تو سكي ريزو سوسيو وقتها على جد 21 ans شنو معناها ما عادش تقعد على الاورديناتور؟
ما عادش نلعب على الاورديناتور، ما عادش معناها ما عادش نعدي وقتي سو فيسبوك سو انستغرام حكايه فارغه. ووقتها بديت دخلت نترينا بوكس، عملت بوكس وشوي بشوي وقتها بديت نضعف. وقتها جي كومونسي في الانستغرام موتيفي لي جون، سي لا و جي كريي معناها مون كونت سو انستغرام، سي لا و بديت انا مادام انا نعمل في حاجه تنجم تبدل، مادام انا عملت حاجه بدلت لي حياتي معناها انا جو بو انكراسي سا في عبد واحد اخر والعبد هذاك نجم نبدل حياته. سامحني، في الكونت انستغرام تاعك مثلا وريت ليفوليسيون تاعك، هاني انا اليوم كيفاش، وبديت توري للناس كيفاش وليت بشويه بشويه شويه بشويه لين معناها لا ترانسفورماسيون كيفاش صارت. توت لا ترانسفورماسيون ملي بديت حداكشي للتوا معناها. باش نتبعوا الكونت انستغرام تاعك. هذاك بليزير عايش. وسامحني جوست برسمي معناها جو مش فيليسيت مي سي غراس ا ما كوميونيتي سو انستغرام كو جو كو قعدت في الحكايه هذيك معناها ريسيفوار دي ميساج انكوراجون. معناها فما عباد يتبعوا فيك ويشجعوا فيك وزاد فما اللي ماذا بيهم يعملوا كيفك. اكزاكتومون سي سي ليسونس اللي خدمت بها انا، هذاك المزوط اللي انا خدمت به سي ولا لك تشالنج يلزمك توريهم لازمني نوريهم اللي في الدنيا هذه غيان امبوسيبل، اللي في الدنيا هذه كي تبدا الاج دو 21 ان تبدا في تونس وما عندكش تي ني با ني فرونسي ني امريكان ني حتى شيء، انت عبد تونسي وتحب توصل تاخذ الاسكار نتاعك لبرا ولا تاخذ ان تروك لبرا راك تنجم تعملها، فهمت؟ اي سي سكو جو فو مونتري او جون يعني. اللي نفهم اللي غيان ايت امبوسيبل. نفهم اللي انت عندك طموحات اخرى. اي ديجا. كيفاش وصلت للمانكينا؟ الوغ اول كاستينج عملته في حياتي هو في فاشن ويك دو تونس. دونك ما عملت حتى شيء قبل، عملت كان الكاستينغ هذاك، وفي الكاستينغ هذاك يافي تخوا جوج، وواحدة منهم اون جوج حياتها ما دوموندي سليم إل تو ريست 5 كيلو أ بيغتر بور لا فاشن ويك، إسكو تو بو لو فير إي ولا؟ تعطيني كلمة إسكو تنجم. وقتها قداش مازال لها الفاشن ويك؟ وقتها مازال لها 2-3 سمان جو بونس. معناها أنت كنت مطالب في جمعتين ثلاثة تنحي 5 كيلو نزيد نحي، معناها انا وقتها كنت في 40 كيلو حاجه هكاك. انا بالنسبه ليها يلزمك توصل لي منسوراسيون بارفيت اللي كنا نحكيو عليهم. اكزاكتومون. الاولاد زاد عندهم دي منسوراسيون بارفيت اللي هما طول وعرض كتاف شنو؟ لا مش طول، فما سيرتو بوا ومنسوراسيون يعني في ال 40-42 اللي هو ستاندار نتاع الراجل يعني الفيزيك ماسكولان العادي. العادي. فما مقاييس كيما البنات بالضبط يعني. باهي فما مقاييس. خاطر سليم ما عندوش فيزيك عادي. اي انا كنت تاي 58 في البنطلون. توا 42. توا 42. ضيعت 5 كيلو؟ دونك نحيتهم ال 5 كيلو ووصلت للفاشن ويك اضعف من اللي هي ما دوموندي دو ليتر، معناها جيتي فريمون بالضبط. ربي شنو عملت باش نحيت 5 كيلو في خاصة ما انتيريس على الاخر. يعني قتلت روحك بالشر، ما كليت حتى شيء، شنو اللي عملت؟ لا لا با تو، اون فيت راهو كي ما تاكلش كل سي موفي معناها سي با بون بور لا سونتي. دونك شنو لازمك تعمل؟ دونك لازمك فما بار نسمعوا فيك. تترينا كل يوم؟ 5 فوا بار سومين. تقريبا كل يوم بس تترينا. تقريبا كل يوم خاطر لازم بدنك يرتاح معناها. معناها تترينا جمعة كاملة وسبت وحد ترتاح. سبت وحد جو مي ريبوز، معناها نعمل شوية مارش، نعمل حاجات خفيفة. وريجيم، ان ريجيم أليمونتيغ كوريكت. معناها صحيح. نحكيو على 5 كيلو في جمعتين راهو. أي. معناها كوريكت. بون. ما تقوليش كوريكت. باهي هو. نحي 5 كيلو في جمعتين راهو مش كوريكت. سا سي بلوس سبور. كيف ياسر بالشر. سبور. معناها فما ان ريجيم كوريكت هذاك لازمك تعملو. و ابار سا معناها كنت نترينا نورمال، اما كي قالوا لي راهو لازمك تضيع اكثر، زيد تضيع اكثر، كنت في ستاغناسيون معناها وقتها جريت نخرج نجري. كل يوم تخرج تجري ساعه ساعتين قد ايه؟ عملت مره اون مارش دو 25 كيلومتر، قعدت فيها 4 سوايع ونص، نحيت فيها 1700 كالوري ولا 2000 كالوري. معناها سيتي هدف يلزمك توصل له. تو اوبليجي معناها اون ديغي ان بريباراتور. معناها كيما ان انترينور يل بريبار سون اتليت، معناها سوا فوتبولور سوا حاجه لازم يوصل للشامبيونا هذاك. معناها نحن كيفاش نيك سي اون ديغي ان شامبيونا، معناها الشامبيونا هذاك لازم يكون هو حاضر معناها فيزيكمون مونتالمون كل شيء. دو ايتر وصلت للفاشن ويك. دونك اول خطواتك في المانكينا كيفاش عشتها؟ سيتي لو غو دو لا فيكتوار.
franchement. معناها une petite victoire mais c'était حتى حسيت روحك sûr de toi défilé وانت بكل ثقه في النفس ولا ترى شويه بكل ثقه في النفس سليم tu l'as fait bravo. معناها je فرحان بروحك فرحان بروحي و je suis fier de moi و je me félicite معناها bien sûr وماذا بيا نزيد نكون خير من هكا وكنا نتحسنوا معناها جوست اما يفو اكسبتي لازمك تقول تقول صحيت معناها لروحك ماكش لازمكش ديما تطيح من روحك معناها ديما صحيت مي يفو كونتينيو صحيت عملت هكا وصلت للوبجيكتيف نتاعك هيا تولي من بعده تولي من بعده تولي من بعده لين توصل لل تنشوفوا تنشوفوا لين بعده شنو اللي عملت سليم كنزة حسنين كنزة بون بنشوف شنو خبري نعرفكم من انت صغيرة دونك اليوم اكتشفت بعد سنوات اللي انت وليت منكا ملي صغيره كنزه ناس كل ما شبها محلاها محلى عينيها يظهر لي تعودت به هذا اي عشت به اي اما ما عندها حتى علاقه بالماكينه ما كنتش نسخي روحي غير ما باش نولي منكا معناها لا ما عندها حتى علاقه جو نسوي با داكور انت ما كنتش تسخي روحك باش تولي منكا اما كومين بور اتر منكا يفوا افوار ان فيزيك معناها على بعد احنا صغار ديما يقولوا لنا محليك محليك ماما ما تعرفش روحك غير ما اسكو انت باش تولي كيكا ولي ولا اسكو محليك رسمي ولا لا انا عندي ان كوزان باترنيل هو كان منكا في تونس بدا الكارير نتاعو في تونس ومن بعديكا ولا منكا على ليترونجي في باريس بخي لا ديميناجي كل ما يراني وانا صغيره يقول لي بالحق tu as le profil معناها بارفي pour être mannequin ou mannequin à l'international زيد قبل ما كنتش ناخذها الحكايه او سيريو كان هو ديما يل مي بوس هكا وكل اما ما كنتش كيما توا نحب ريلمون نولي نخدم على شي الانترناسيونال وكل شيء دونك وقت اللي جافي 14 عام مشيت مع عائلتي لكولوني في المانيا وقت اللي كنا نعملوا في شوبينغ جاتنا مرا جو ديغي كو جيتي سكوتي بار اون اجونس غاديك دونك جاتنا مرا تحكي معانا و اللي تي فريمون انتريسي بار مون بروفيل وقتها عمرك 14 عام اما انا كنت صغيره برشا وما نجمش معناها يحبوني نمشي غاديك نقعد ان موا دو موا اور كو انا نقرا وقتها دونك مي بارون ما ينجموش يقبلوا حاجه كيما هكا معناها كان نكبر ونولي هكا ريسبونسابل بوركوا با اما وقتها اسيت اج لا ما نجمش سامحني كنزه عادي بنية عمرها 14 سنة يجي يقول لها إيجا سلم في كل شيء وفي بلادك وفي قرايتك وبوكم هذا اللي يصير لبرا خاطر قد ما المانكا ياخذوها صغيرة قد ما عندها دوغي دو في اون كارييير تطول أكثر يعني قد ما قد ما ينجموا يتحكموا فيها تنرجعوا له من بعد على خاطر 14 سنة ينجموا يعملوا بك اللي يحبوا كنزة دونك بوكم قالوا لا سبيل إليه قالوا سي با بوسيبل هما ينجموا يسيبوا خدمتهم ويجيو معايا لان قرايتي في تونس تسمح لي ابخي عندي كوليج ومن بعد عندي ليسي ومن بعد عندي باك و سيتي با بوسيبل خاطر معناها يفالي ديميناجي غاديكا بور اون بون بيريود دونك سيتي با بوسيبل دايوغ مي بارون ايل نون ميم با كونتاكتي لاجونس وقتها عطاتنا بزنس كارد هي كارت دو فيزيت نتاع لاجونس ومشيت على روحها الحكايه كيكا دونك امينه قعدت في مخي الحكايه هذيك معناها كيفاش جاتني فرصه كيما هكا وانا ما استغليتهاش كنت ديما نقول ماما ريت كيفاش من جرتك انا وانا ملينا صغيره ما حققتوش حلمي ودرك كبرت قعدت عندك نوع من الحسره قلت نوعا ما تغششت عليهم اللي ما خلاوكش حرموك من المانكينا حرموك من الكارير ما تغششتش عليهم خاطر هما غير معناها يخافوا عليا انا وخايفين على قرايتي في العمر هذاك حسيتهم حرموك من فرصه في العمر هذاك توني مانكا انترناسيونال بوتيتر كنت نجم نكون حاجه اخرى جمله خاطر هو الماكينة دو بريفيرونس تبدا في عمر صغير تبدا تتعلم تولي عندك اكسبيريونس بتي تابتي وتوصل هكا ان سيغتان اج تحس روحك ديجا خدمت وديجا عندك اكسبيريونس وسافا مازلت جون فهمت دونك فوالا مي انا جو ريغريت ريان في المقابل كنت مستعدة تتخلى على القراية؟ غيرمون لي. لأن نحبوا لعائلتي نحبوا الحقيقة. في الكوليج؟ 14 عام اي. في الكوليج. دونك معناها باش تنقطع على القراية؟ لا أنا بيجي ما نحبش، أنا بيجي ما نحبش الحقيقة. معناها نحب لي دو ميم أنا ديما نحب نعمل كل شيء مع بعض، هذيك هي مشكلتي. هي المشكلة سكو يجي وقت من الأوقات يلزمك تختار. باهي شنو اللي جابك الماكينة من بعد؟ دونك انا حبيت معناها جو في بليزير ا اون امي وقتها في الليسي دونك وفيت حكايه الكوليج وقعد مون كوزان ديما ينصح فيا يقول لي فازي فازي اما وفيت غاديك الحكايه في الليسي وقت اللي كنت في الدوزيام اني ليسي عندي صاحبتي عندها اختها فاشن ديزاينر
دونك إل ما كونتاكتي وقالت لي هيا بوست بور ريل وكل شيء. قلت لها ما عندي حتى اكسبيريونس عمري ما جيت قدام الكاميرا جو سي ميم با كومون بوزي معناها. قالت لي سي با غراف وانا معناها عندي كونفيونس فيك واحنا اون فا تو غيدي. دونك مشيت انا للرونديفو هذاك نتاع شوتينغ الحمد لله معناها كل شيء تعدى بالكدا وقتها بالزهر. دونك جاي الزهر في الحكايه هذيا نهارتها كانت الفوتوغراف هند جبالي كو جو سالو اللي هي كانت فوتوغراف في ماجازين اف اف ديزاينر. دونك عجبتها على الاخر ووقت اللي كملنا شوتينغ عملت لي بروبوزيسيون وقالت لي بوركوا با تجي تو بوز بور نو بور لو ماجازين. دونك هذاك سيتي لو ديبو. عملت وقتها اف اف ديزاينر جوز تو لندن والزارا ومن بعديك ils m'ont recontacté pour faire la couverture معناها carrément de du magazine ou petit à petit petit جافون بشوية بشوية هاو ديفيلي exactement من بعديك جيت بيان سور الكومبيتيسيون Elite Mode Look 2016 اللي هي وقتها كيما نقولوا عملت فيها كوتشينغ نتاع المشية نتاع كيفاش بودي لانجويج كيفاش برشا حاجات معناها كيفاش نتصرفوا ان طونك مانكان وقتها بديت réellement ندخل في الدومين نتاع الفاشن. بي تو تحكي لنا من بعد شنو اللي عملت كنزة مايا. مايا تويتي مرحبا بيك. وانت شنو اللي جابك المانكينا؟ انا حكيت مع المانكينا توا الغومونت بلو دون ديزان داني. دونك انا بديت في المانكينا ومن بعد عملت برشا حاجات من بعد تو نحكي لك عليهم. دونك جي ان بو لو ركول بوتيت كو معناتها جي دو ركول بارابور ا لا كارير دو مانكا. من اصلك تحلم انك تولي مانكا ولا باغازار كوم لا بيبار؟ كيف باغازار يظل الكلنا بدينا باغازار. انا كيفاش بديت المانكينا ان فيت كنت مغرومه برشا بالفوتوغرافي. وقتها سمعت لي جاي لتونس ان فوتوغراف دو مود معروف برشا اسمه الله يرحمه اسمه فانسون دو مارلي اي سيتي ان ايفينمون في تونس خاطر سان فوتوغراف تري كونو دون لو دومين دو لا مود وانا كنت نتابع فيه من قبل. دونك وقت لي جاي لتونس جو لي كونتاكتي قلت له نحب راني نجي نقابلك خاطر نحب نتعلم لا فوتوغرافي. دونك كي مشيت قابلته قال لي في عوض انت تبعت معناتها ديغيغ لا كاميرا علاش ما تكونش قدام الكاميرا اي تولي معناها اختارك موديل فوالا اكزاكتومون. انا كي مشيت ان فيت بور ابروند لا فوتو. دونك جي في مي بروميير فوتو معاه اي ان فيت بزهر وقت اللي كون جيتي في ستوديو يافي كالكان كي ريبريزونتي لا فاشن ويك دو تونس وقتها. دونك شافني نصور مع فانسون كل شيء اي دونك كي ما انفيتي باش جو بارتيسيب على فاشن ويك دو تونس. دونك مشيت عملت لا فاشن ويك ودخلت في كوم اون كوميونيتي معناتها انا اللي عجبني ولا سكي ما ان بو امبرسيوني في الدومين تاع الماكينه سي كو تدخل في عائله معناتها تولي تعرف ناس كل تولي سي ان موند دارتيست سي ان موند تري كرياتيف و يا بوكو ديماجيناسيون و تو امني ا رونكونتري دي ديزاينر دي كرياتور عباد ساعات عندهم هبله اي سا سيتي تو ان موند كي ما بوكو فاسيني. عجبك الموندو هذاك؟ عجبني وي. وعائلتك عجبها الموضوع هذاك؟ دو تو. كيفاش كانت ردة الفعل؟ جملة نتذكر وحدة. كيفاش كانت ردة الفعل؟ انت وقتها ساعة قداش عمرك؟ صغيرة جافي 16 ans. بروميير فاشن ويك 16 سنة ومازلت في الليسي ونتذكر دايوغ أول نهار في الفاشن ويك أون فيت هو الفاشن ويك لي ديفيلي سو باسي العشية مخر مي نحنا لازم نمشيو من الصباح خاطر يافي بلان دو بريباراسيون لازم تعمل توت لي ريبيتيسيون وكل شيء. دونك أون فيت أنا هربت من الليسي وصلتني ماما قدام الليسي عملت روحي زعما زعما عملت روحي دخلت وخرجت عملت وحتى التالون تاعي كل شيء في الساك بيان سور مخبيته و دونك ما دخلتش نقرا ومشيت دونك للديفيلي ونذكر معناتها مشيت للفين باش يصير لا فاشن ويك ونذكر روحي جوست ان كاردور افون كو نطلع في على البوديوم كلمت ماما قلت لها اسمعني راهو هكا وهكا راني مانيش مروحه وراني راني في الفاشن ويك كل شيء كنت حب ايجا معناتها جي ميز دوفون لو فيت اكومبلي ان فيت. دونك هي وقت اللي خلطت وكي وصلت لقاتني معناتها شافتني سور لو بوديوم وكل شيء سا معناتها منين جات هي من الخدمه ولا من الدار؟ من الدار. انا ما تقوليش جيت بحوايج الكوجينه باش تشوف براتيكمون معناتها جيت مسكينه ما سافي با دو تو معناتها شنو هو ساي معناتها ما تعرفش بنتها فانا ما عملت لهمش عركه ما عملت لهمش عركه معناتها ما عملت لهمش عركه لا 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 خاطر انت وقتها قاصر مينور من المفروض ياخذوا ترخيص من الاولياء كومون سا سباس بون سي كومبليكي الحكايه هذي سي كومبليكي اللي سي ان بو انارشيك وقت اللي تتعامل مع قصر من المفروض تاخذ ترخيص
الاولياء بارونتال من بافوس هذا ما صارش لا دونك انا نجم نقول لك حاجه اللي مايا ما كانتش تعطي عمرها راه خاطر انا حضرت عليها الحكايه هذه يعني مايا كانت طويله وما كانش المفروض يتثبتوا عندك بطاقه تعريف والا لا يشوفوا بطاقه تعريف يشوفوا قداش عمرك كان ما عندكش بطاقه تعريف راك اقل من 18 سنه ويطلبوا ترخيص ابوي نتجاوزوا ما تعملش هذا الكل Donc j'ai fait la fashion week ou bah les choses معناتها حاجه تجيب حاجه فهمت parce que tu rencontres la bête tu rencontres les designers les photographes etc. on bat que le mariage qu'on ira être pour un photo pour un shooting voilà pour un défilé voilà pour un magazine etc. mais là je n'en garde que de très bons souvenirs معناتها c'était une période de ma vie où je dis man cool et là je suis ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à mon expérience et ma carrière en tant que mannequin معناتها ça m'a complètement changé et ça a changé ma vision de voir les choses. Qu'est-ce Bien sûr, Oui, j'ai fait une école de commerce et par la suite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'ai lancé des business après. Mais tous les business que j'ai lancés ont eu un rapport avec la mode. صالح بركة تو فهمت من الكلام لي مالكا اللي عندنا اللي فما دي سورت دو كيما فما دي شاسور دو تيت في اوساط اخرى فما دي شاسور دو مانكا يعني يشوفوا بنيه والا وليد نجم يكون في الشارع نجم يكون في سهريه نجم يكون في اي مكان كنت شام هذا عندك الحاجه الزايده هو اكثر هو لي شاسور دو تي طلعوا في الدومين دو لا مود ديجا ديجا بداو غادي بداو ريالمون في الدومين دو لا مود انفا سي بلوتو شاسور دو كور مش شاسور دو تي نحن نقولوا دي شاسور دو تي ولا دي سكوت ولا بلغتنا ولا عندنا لونجاج اللغه اللونجاج نتاع عالم الموضه فوالا دونك اللي يصير اللي انا بيدي جرات لي الحكايه هذيا يعني انا بيدي كنت مانكا قبل ما نولي ستيليست وقبل ندخل في الدومين هذا وكيف كيف فما شكون شافني كلي ساعه باش نقفوا كيفاش دخلت انا كيفاش مروح من الليسي ماشي نقرا مروح بلا بليتو مروح من الليسي عرضني تقرا على رويحتك اي نقرا سكوندير كي العباد الكل عمري 15 عام عرضني واحد قال لي راهو انت طويل علاش ما تمشيش تعمل مانكا يا اخي اي واحد طويل بون اخزر راهو في التسعينات كانوا فما مقاييس معينه مقاييس اخرى اخرى اللي هي تبدلت توا تبدلت اي داكور تبدلت دونك كيف كيف انا عمري 15 سنه قلت له يعني شنو هو مانكا ما فيك ما كانش في مخي الحكايه بيان سور كيما هما الكل خاطر فما ان بوان كومان اللي كيما باش نقول لك يعني مثل يقول لك القرد في عينه مخزي نحن في العمر هذاك ما كناش نراو روحنا لا شبان ولا عندنا القامه اللي ولا المواصفات اللي يلزمهم يكونوا فهمت دونك العبيد تراك دونك هذا الفينومين هذا هو اللي يعمل لك الديكلونشمون باش انت تولي تخمم اللي انت تشوف روحك في عينين الناس فوالا تولي تشوف روحك تيا انا مختلف نجم نعمل ونجم نعمل حاجات اخرين فقط بالفيزيك يعني بالمظهر الخارجي المظهر الخارجي سي سلاح اهميته نحب نثبت الاسم هما ما اسمهمش لي شاسور سموهم لي بوكور هذوك ما سموهم لي بوكور هما دي شاسور داكور كيت موس ما عندهاش مواصفات الجمال اللي عند العباد الكل باش نقولوا ما عندهاش لي مونسوراسيون المطلوبين بالكل كيت موس قصيره بالكل على في 1.70 على في لي جامب اركي على في لي دون على في لي دون كي تي با بيل دو تو با دو تو الي تي جول كانت تشد جول في الجمعيه في الحومه نتاعها تلمون اللي تي بلوز او موان ماسكولين وكانت ما عندها حتى شيء من عندها من البوتي حتى شيء معناها حتى شيء اللي كان يأهلها اللي تعمل الكارير اللي عملتها كيت موس على في دو لومبر سور سيدني كروفورد اذا في تاع لي زاني 60 مي با كو كيت موس راهو فو دير راهو كيت موس خاطر على في ولات ليكون تاع المود اللي ديفوني ليكون ليتيسيا كاستاي اللي زاد ماهيش طويله راهو باش تعرفوا حاجه براتيكمون 90% من لي مانكان اللي راهو فيهم لي توب موديل لي سوبر موديل نحن راهو فيهم غوتوشي ماكي تو سكو تو فو مي راهو باش تلقى عندهم دي بتيت امبيرفيكسيون سامحني امبيرفيكسيون ربما تنجم تغطيها لكن الطول انا في بالي في بالي يلزم على الاقل 1.75 ولا اقل حاجه هذه اقل حاجه 1.75 الكلكم تفوتوا 1.75 انا حتى واحد منكم ما يقف
باش نعطيك حاجه راهو المقاييس يتبدلوا انت والبيريود باغ اكزومبل المانكينا في امريكا كان موجود عام 40 عام حتى 30 المانكينات يعني نسى ما كانوش طولهم كما يعني 75 كانت صاروخ تظهر في العام 40 وتوا ولا دونك اوكي متميزين بشكل معين يعني توا زيد بالطبيعه خاطر يمكن بحكم التغذيه بحكم برا حاجات يتبدل وكل شيء في الثمانينات ظهرت لو فينومين نتاع المانكايزم تكون طويله وبارفيت فهمت وتوا رجعنا بشويه بشويه ولينا رجعنا للنورمال ما نعرفش انا من بعد في وقت من الاوقات يبدو لي اللي صار منعرج خطير نتاع لي مانكان اللي جلد على عظم لي زانوريكسيك بيان سور لي زانوريكسيك اللي كان كان كانت مطالبه خاصه المانكان اما فما علاش راهو مش هكاك على خاطر سيتي دي مانكان بلوس كونفوكي بور لا اوت كوتور اي الوغ الاوت كوتور هي اقل تعمل قماش اقل ربع اكثر ربع تتباع على خاطر كي المانكان تبدا تايها 32 34 في الاوت كوتور خاطر الاوت كوتور سي كوا هي الروبة تتقد من راسها لساسها باليد يعني تريزتها خياطتها هذاك الكل دونك الفا كوتي شير ماكش انت باش تحط مانكان تاي 40 معناها نقتلوهم بالشر باش ما نصرفوش برشا هذاك الفينومين اللي طلع وصاروا برشا مشاكل وماتوا برشا مانكانات ماتوا برشا مانكانات خاصة من الحكاية هذيا لكن من بعديكا كي ولاو واعيين وهو راهو كان تشوف اللي طلع على الحكايه ذوما ديما جماعه المال يعني منه فينا معناها همهم الوحيد هو كان هدف تجاري يعني بيه. انك تبيع وانك تبيع بتقليص المصاريف بيان سور كلفنا ذلك أروح. ما كلفنا حتى اذا كان الشيء يتعلق بروح عارضه الازياء ان تنجم تموت بالشر Au fait, derrière le hasard, au fait, presque 90% des mannequins, ils ont commencé, c'était un pur hasard, entre guillemets, du hasard. Au fait, ça commence par un hasard. Saïf Mahdoui, le top, t'as les agences, t'as le mode, l'Ottawa qui s'est installé pour 50, qui avait actuellement deux institutions. معناها بعد نيكست عمل هو وحده ادفايزر يعني تو معناها لو روا نتاعها سيتي غلط في ليتاج كي جا طالع غلط في ليتاج كان طالع اون اي في كان طالع الكاتري تروازيام ولا كاتريام غلط دخل ليتاج دخل اليو اللي هي صورته كذا دوكو الى باسي اون اني الى في توت اون كارير ولا لو روا سي لوي كي ا كوتشي كارلا بروني سي لوي كي ا كوتشي كيت مو سي لوي كي ا كوتشي لي بلو تو لي بلو سيليبر دو موند سيتي ان بيور هازار لكن ديرير لو هازار Au fait, il y a ce que les sociologues appellent le star system. Oui. C'est un système. C'est ce qu'on a dit, au fait, derrière ça, ce qui cache le visage, le hasard, ou les histoires, la famille, au fait, c'est une famille. Oui. Mais c'est une famille qui dخل في فلوس كبيرة برشا ياسر زاد فلوس. Oui. Au dépend de quoi ? À la حساب حاجة أخرين. Quelquefois, c'est le mannequin lui-même qui est victime de tout ça. Non, donc, souvent, le mannequin. Attends, je vois comment يعيشوا المانكينا في تونس خاطر يبدو لي ان في تونس بعد شويه على الستار سيستم مباشره بعد الفاصل.